احتفل معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 44 من المحامين الذين أتموا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا امتد لما يقارب 6 أشهر ضمن برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد. ووصل بذلك عدد المحامين الذين تلقوا تدريبهم على مدى 14 عاما مستمرة نحو 900 محامي، وبما يسهم في صقل معارفهم وخبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل. بهذه المناسبة أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن استمرار ونجاح هذا البرنامج يعكس حرص المعهد في كل عام على تطوير مضمونه وتحديث منهجية تنفيذ لضمان متابعته لكل جديد في المجال العدلي والقانوني ولرفع مستوى مطابقته لمتطلبات سوق العمل، وبما ينعكس بشكل أساسي على تطوير قطاع الخدمات القانونية وتنمية تنافسيته. وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير للمدربين والخبراء الذين شاركوا في تنفيذ فعاليات البرنامج، كما قدم الشكر لمختلف المؤسسات الداعمة والمشاركة بخبرائها ومدربيها في تنفيذ البرنامج. بنسعد اليوم بان احنا بنخرج الدفعه 14 من برنامج المحامين الجدد، اللي الحقيقه باكتماله نبقى دربنا في معهد الدراسات القضائيه والقانونيه ما يقرب من 900 متدرب من المحامين على مدار 14 سنه. البرنامج هو البرنامج الاقدم في المعهد اللي حريصين على تطويره، اللي نتمنى انه يشمل جميع المحامين قبل ممارسه المهنه. اتصور ان المعارف والمهارات اللي حصلها خريجي هذه الدفعه متميزه، حاولنا فيها ان احنا نتابع التطور في المجال العدلي والقانوني بمختلف مجالات، وعلى الأخص التطور الرقمي سواء في الخدمات العدلية أو في طريقة عمل مكاتب المحاماة داخليا. فخورين اليوم بتخريج الدفعة 14 من برنامج تأسيس المحامين الجدد، وحقيقة هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تصب في مساعي الوصول إلى العدالة الناجزة من خلال الارتقاء وتقديم خدمات عدلية ذات جودة وسهلة وميسرة النفاذ للأفراد. تدرب فيه المحامين الجدد على مختلف المهارات والمعارف في مختلف التخصصات القانونية، وكذلك ما نطمح له أنه في المرحلة القادمة أو النسخة القادمة من البرنامج هو إشراك كل ما هو مستحدث في القوانين والإجراءات المتعلقة سواء بالتقاضي الإلكتروني أو التقاضي باللغة الإنجليزية. أخذنا مختلف المهارات العملية من خلال محاضرات عملية، زيارات ميدانية، تعرفنا على مختلف الجهات الحكومية في المملكة، وكذلك أخذنا محاضرات نظرية بمختلف فروع القانون المدني، الجنائي، التجاري. حضر إلينا الكثير من القضاة والمحامين السادة الأجلاء في مملكة البحرين، ولله الحمد استفدنا منهم، تعلمنا منهم واجد، واكتسبنا خبرة إلى جانب قوة قانونية. حب أشكر معهد الدراسات القضائية والقانونية لإتاحتهم الفرصة أمامنا كمحامين وكمتدربين، وكذلك إتاحتهم الفرصة أمام القانونيين في الخوض في هذه الدورة التدريبية المثرية جدا، وكذلك قيام معهد الدراسات القضائية بتوفير نخبة من عراقة المحامين والقانونيين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية لإضفاء معرفة كبيرة على معالمنا القانونية. هاي الدورة صراحة أضافت لي شيء من الأشياء اللي ما أقدر أشوفها في فترة التدريب، لا وهي أن تنوع الطرح القانوني المجمل، يعني اللي صار من القانون التجاري والقانون المدني والقانون الإداري والدستوري، ويعني صراحة نظمت لنا حياة عملية ونظرية في المحاكم اليوم.